وافق مجلس الوزراء على صيغة نهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. سيتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة وحده الأقصى 50 مليار جنيه إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقة. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بالوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم بسنغافورة محمد مليك لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل. جاء هذا اللقاء خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة 20 والتي تعقد خلال الأسبوع الجاري. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث التقارير الدولية التي تتناول المعادن الحيوية في القارة الإفريقية. أشار التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لونكتاد في هذا الصدد أن الثروة المعدنية الوفيرة في القارة تمثل فرصة لتعزيز الإيرادات للحكومات وتمويل التنمية وتحسين مستويات المعيشة. أشار كذلك التقرير إلى ضرورة تبني نموذج جديد يعطي الأولوية لتعزيز القيمة المضافة من الموارد المحلية وتحقيق التكامل الإقليمي وتمكين المجتمعات المحلية. أعلن البنك المركزي الصيني عن عمليات إعادة لشراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة 66.1 مليار يوان، أي ما يعادل 9.26 مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة 1.7%. ذكر المركز الصيني في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشترى فيها البنك المركزي يشتري أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.